بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة دبلوم التسويق، هنتكلم مع بعض النهاردة على المحاضرة اللي جاية، اللي هي المحاضرة الثالثة. هنتكلم فيها إن شاء الله على دورة حياة المهتم. طبعا أنا كنت طالبة منكم إن أنتوا تحضروا الموضوعات اللي باقية، لكن عموما إحنا هنحاول نتكلم فيها ونناقشها مع بعض قدر الإمكان، وهنحاول نخلي الحاجات اللي انتوا هتقدموها إما تقدموها لي على الإيميل أو تحاولوا تقدموها لي تقدموا كبحث ورقي إن أمكن، يعني حد يجيبه في أي وقت بعد فترة التوقف. أول حاجة هنتكلم النهاردة على بعض الحاجات الخاصة بدورة حياة المنتج. هنتكلم معناها إيه دورة حياة المنتج، إيه هي وهي أهم استراتيجياتها، ايه هي المفهوم الخاص بدورة حياة المنتج، وهنتكلم على عملية إطالة دورة حياة اي منتج. اول حاجة عندنا ايه هي اهم دورة حياة المنتج وايه هي الاستراتيجيات اللي ممكن نستخدمها. طبعا مفهوم دورة حياة المنتج ده بدأ من فترة الخمسينات، الناس اللي كانت بتشتغل في التسويق لاحظوا ان المنتج عموما زيه زي اي شيء في الدنيا له دورة حياة، وبالتالي بيبدأ يتقدم ثم ينمو ثم ينضج ثم ينحدر أو يختفي بعد شوية. وبالتالي بدأ الكلام كتير، كتابات كتير تظهر في موضوع تطور المنتج والمراحل اللي بيمر بيها، وبدأوا يعملوا إزاي أقدر أصمم استراتيجيات تسويقية لكل مرحلة من مراحل دورة الحياة. تعال ناخد أول نقطة معانا النهاردة، وهي مفهوم دورة حياة المنتج. دورة الحياة زي ما قلنا، دورة حياة المنتج هي عملية التنبؤ بنمو المنتج وحياته، اللي هي بتبدأ من أول تقديمه وتمشي بمنحنى معين، عادة بياخد شكل حرف الاس. وطبعا الاس هنا مش اس زي ما هي بالظبط، لكن هي اس مايلة كده شوية، بيوضح لي من خلاله المنظور الزمني لأي منتج بيمر بيها لفترة معينة. اعتمد هذا المفهوم على حاجتين أساسيتين، إن في تاريخ بيعي معين للمنتج بيبدأ بتقديمه بشكل معين ثم ينمو بطريقة برضو معينة، وبعد كده بيصل إلى مرحلة من النضوج، وبعد كده ممكن ينحدر أو يختفي. طبعا في المراحل دي بيكون للأرباح برضو شكل، إن هي في الأول بتبدأ في تكاليف أكتر من الأرباح، ثم تبدأ الأرباح تزيد شوية بشوية وتبدأ ترتفع في مراحل تانية، ثم تبدأ تصل إلى أعلى مستوى ليها وتوصل لهذا الأرباح بعد كده إلى إن أنا أحقق أعلى قدر، ثم ببدأ أنزل مرة أخرى وتبدأ الأرباح في الانحسار أو في الاختفاء بعد فترة. وده هنشوفه من خلال كثير من الصور اللي بترصد المراحل المختلفة لدورة حياة المنتجات. ده شكل بيوضح دورة حياة المنتج. طبعا بالشكل الكيرف اللي فوق بيوريني المبيعات، نمو المبيعات اللي هي بتبدأ من الصفر، من نقطة الصفر إلى العلو. كل مرة هتلاقي دايما في كل مرحلة النمو بياخد شكل مختلف، يعني بداية بتبدأ في مرحلة التقديم بتبقى المبيعات قليلة شوية، وبتبدأ تزيد شوية وترتفع بسرعة في مرحلة النمو اللي هي بتصل فيها لأعلى فترات الأرباح المبيعات، ثم وبعد كده نبدأ في مرحلة النضوج، تلاقي إن المبيعات قليلة بس طبعا أنا وصلت لأعلى قمة المبيعات، فتلاقي الكيرف فوق بس في نفس الوقت ما بيزيدش بقى، إلى أن أصل لمرحلة الانحدار والتدور تبدأ المبيعات تقل تاني مرة. فده الكيرف اللي معانا اللي احنا قلنا عليه شكل الاس، طبعا هو مش اس قوي بس يعني أميل لحاجة. هتلاقي الأرباح بالعكس هتبدأ من تحت الصفر، لأن يعني في الأول في بداية التقديم أنا بصرف كتير عن إني أنا ببدأ أشتغل على المكسب. لو ما عدتش مرحلة التقديم بنجاح في الغالب أنا ما بكسبش، لأن معظم الأرباح بحققها تقريبا من مرحلة النمو. هتلاقي هنا الأرباح بتبدأ تزيد تزيد إلى أن تصل إلى أعلى نقطة ليها في مرحلة نهاية النمو وبداية مرحلة النضج، بصل لقمة الأرباح في مرحلة تقريبا النضوج، ثم بعد كده ببدأ أنزل شوية شوية وخاصة في مرحلة الانحدار. عشان كده بتلاقي في مرحلة التقديم عادة النمو محدود، ما بيزيدش عن 3%،
لحد 10%، مع مرحلة النمو من 3 لـ10% تقريبا. طبعا مرحلة التقديم النمو محدود زي ما قلنا 3%، مش 10%، 10% دي غلط، 3%. مرحلة النمو من 3 لـ10. مرحلة النضج بصل إلى أعلى نقطة، بس النمو بيبقى بطيء برضو، لأن هنا خلاص أنا كترت أو كبرت في مرحلة النمو، لكن في مرحلة النضج بفضل ثابت عند المقدار، وبالتالي ما بزيدش قوي أو في الغالب ببقى ثابت، وعشان كده النمو هنا ضعيف 3%. ثم مرحلة النمو الانحدار بعد كده، النمو بيبقى سلبي أو مفيش نمو أصلا. تعالوا كده نشوف الجدول ده مع بعض، نشوف الفرق ما بين المراحل المختلفة من حيث النمو، من حيث المنافسة، من حيث بعض الاعتبارات اللي احنا ممكن نشوفها، الإيرادات، الأرباح إلى آخره. هلاقي مثلا في مرحلة التقديم النمو هنا بطيء شوية، في مرحلة النمو بيبدأ يبقى سريع، مرحلة النضج بيرجع تاني يبقى بطيء بس مستقر أكتر، ثم في مرحلة الانحدار بيبقى النمو سلبي أو بينقص شوية بشوية. في مرحلة التقديم برضو بالنسبة للمنافسة أو التنافسية، عادة بتبقى في الأول مش قوية قوي، بتبدأ تظهر شوية المنافسة في المرحلة بتاعة النمو، وتبقى قوية جدا في مرحلة النمو بتاعتي، ثم بتبقى في منافسة أيضا أخرى في مرحلة النضج، وبتبقى منافسة كبيرة، وبعد كده بترجع تاني ينحصر عدد المنافسين في مرحلة الانحدار، ويقل تقريبا خالص مرحلة الانحدار. بالنسبة للاعتبارات التسويقية، الإيرادات بتبقى منخفضة في مرحلة التقديم، مفيش إيرادات تقريبا أو قليلة، تبدأ تحقق أرباح وتبقى كتيرة في مرحلة النمو، بتزيد الربحية وتصل إلى تقريبا أعلى معدل ليها في مرحلة النضج، ثم تبدأ تنمو وتزيد بس ببطء طبعا، ثم تبدأ تتجه إلى الانحدار والانحسار في مرحلة الانحدار. كمان بالنسبة للإنفاق التسويقي، هلاقي مثلا ان بيبقى الانفاق الاول عموما بيبقى مرتفع جدا في مرحلة التقديم، ومرتفع شوية الى في مرحلة النمو، ويتجه الى الانخفاض شوية في مرحلة النضوج، وينخفض كثيرا في مرحلة الانحدار. نفس الكلام بالنسبة للانفاق في التسويقي، هيبقى مرتفع جدا برضو في الاول، ومرتفع نسبيا في مرحلة النمو، ثم يتجه الى الانخفاض شوية في مرحلة النضج، وينخفض تماما في مرحلة الانحدار. الارباح زي ما قلنا برضو تقريبا ما بتبقاش موجودة قوي، او تبقى قليلة قوي في مرحلة التقديم، بتصل الى اعلى مستوى ليها في مرحلة النمو، وتصل الى قمتها في النضج، ثم تبدأ في الانخفاض بعد شوية، وبتنخفض تقريبا في مرحلة الانحدار. اهم الاستراتيجيات التسويقية اللي انا ممكن استخدمها في كل مرحلة من المراحل دي، في طبعا الهدف الاستراتيجي من كل مرحلة. يعني في التقديم الهدف بتاعي ان انا اعمل سوق للمنتج بتاعي، ان انا اوسع السوق بتاعي في مرحلة النمو، ثم ابدأ احافظ على المستوى اللي انا وصلت له في مرحلة النضوج، ثم بحاول على قد ما اقدر اقلل الانحدار في مرحلة المرحلة النهائية من خلال زيادة الانتاج، او ان انا اعمل المنتجات اللي هي ممكن تبقى لسه واقفة على رجليها. التركز التسويقي زي ما قلنا، في الأول ببقى واخد جزء صغير من السوق، ثم بعد كده بتوسع في السوق شوية في مرحلة النمو، إلى أن أصل إلى أكبر عدد من الناس، وأعمل ولاء للمنتج بتاعي في مرحلة النضج، ثم بعد كده بركز على الأسواق بس البسيطة اللي لسه شغالة في مرحلة التداول. المستهلكين بتاعي في الأول بيبقوا ناس مبتكرون، وناس الناس اللي عندها استعداد إنها تتقبل المنتجات الجديدة، ثم بعد كده بيبقى المستهلكين بتوعي هم الأغلبية المبكرة، أو الناس اللي بتبدأ في الأول اللي هم بيشتروا المنتجات في الأول، ثم في مرحلة النضج بصل إلى الأغلبية المتأخرة. أما بالنسبة لمرحلة التدهور، فدول الناس اللي بيشتروا في الآخر خالص، اللي هم أواخر المستخدمين أو المستعملين للسلع. بالنسبة للنواتج اللي خاصة بالمفاتيح بتاعتي في كل مرحلة، هنا أنا في مرحلة التقديم بيبقى عندي صورة أساسية إن أنا أبدأ المنتج بتاعي، وبعد كده ببدأ خلاص أنا حددت تقريبا شكل المنتج ومواصفاته وأنواعه اللي أنا هشتغل عليها،
وببدأ أثبت المنتجات بتاعتي في مرحلة النضوج، ثم في النهاية بستبعد المنتجات اللي بتبقى ملهاش لازمة وخلي فقط المنتجات اللي ليها لازمة. طبعا السعر في الأول بيبقى أعلى شوية، ممكن بعد كده نصل إلى سعر السوق المناسب، ثم بعد كده ممكن أخفض بعض شوية في الأسعار في مرحلة النضوج ومنخفض جدا في مرحلة التدهور. بالنسبة للتوزيع بيبقى في الأول انتقائي، يعني بنقي أماكن معينة أوزع فيها، ثم بعد كده يبقى أكثر كثافة أو كثيف في مرحلة النمو ومرحلة النضج، ثم بعد كده برجع توزيع انتقائي مرة أخرى، يعني بقلل قوي العدد اللي ماشي حسب المناطق بس اللي لسه شغالة معايا في المنتج. طبعا بالنسبة للترويج والإعلان بيبقى في الأول للتعريف بالمنتج، وإن أنا أبدأ أعمل نوع من الطلب الأولي على المنتج، ثم بعد كده لحث الناس على الطلب والتنافس مع المنافسين بتوعي، وبالتالي ببدأ أعمل ترويج مكثف في الفترة دي، ثم بعد كده بعمل ترويج نوع من الترويج الدفاعي والمحافظة على المنتجات بتاعتي، ثم بيرجع يقل التكاليف الترويج طبعا عشان أقدر أواجه مرحلة الانحدار. وطبعا الجدول ده عندكم موجود في الكتاب في صفحة 260، فيعني تقدروا تبصوا عليه بالتفصيل مرة أخرى. تعالوا نشوف السمات العامة لمراحل دورة حياة المنتج إيه هي؟ أول حاجة نقدر نقول إن تكلفة الوحدة بتصل إلى أعلى مستوى في مراحل التقديم، وهي أخطر مرحلة، لأن لو حطيت أعلى من الإمكانيات اللي يقدر عليها الطلب أو المستهلكين اللي هيعملوا، ممكن بسبب ارتفاع سعر المنتج في الأول ممكن المنتج ما يصلش أصلا إلى مرحلة النمو، وبالتالي أخسر منتج جديد نتيجة تقدير السعر بشكل غلط. وده طبعا مهم جدا ان انا اغطي تكاليفي، لكن في نفس الوقت مهم ان انا اقدر اعمل طلب على المنتج بتاعي في الاول، بحيث ان انا ازود بعد كده النصيب السوقي بتاعي بعد مرحلة التقديم، عشان اقدر اصل لمرحلة النمو واقدر اغطي التكاليف واقدر احقق ارباح. ودي مرحلة شباب المنتج زي ما بنقول عليها، المرحلة اللي بيبدأ فيها المنتج ينتعش ويكبر ويحقق المستوى الملائم من الارباح ويغطي التكاليف. طبعا الارباح بتصل الى اعلى مستوى فيها ليها في مرحلة النمو طول ما هي شغالة كويس ويبدأ انطلاق المنتج. الهدف الأساسي من مرحلة النضوج هو بقى ان انا احافظ على النصيب السوقي، يعني انا وصلت لأعلى مستوى لمبيعات المنتج بتاعي، فلازم احافظ على هذا المنتج واحاول انه ما يصلش الى مرحلة التدهور بسرعة. وكل ما طولت معايا مرحلة النضج كل ما ده يدل على اني بقدر اكسب بشكل افضل. كل فترة يجب على الشركات انها تعيد تقييم ودعم اجزاء السوق بتاعتها، وتبدأ تشوف ايه الاسواق اللي ممكن تخش فيها وايه الاسواق اللي ممكن تحسن لها الانتاج بتاعها دون الوصول الى مرحلة الانحدار. طبعا اسعار المنافسين لازم اتوقعها، لازم اتوقع انكماش المبيعات، لازم اتوقع ان الارباح هتقل كتير في مرحلة الانحدار عن باقي المراحل. دي اهم السمات العامة دورة حياة المنتج. تعالوا نشوف كده بعض الحاجات المرتبطة بازاي نطول دورة حياة المنتج وازاي نستفيد منها بأقصى قدر ممكن. أول مرحلة عندنا هي مرحلة التقديم، وزي ما قلنا مرحلة التقديم هي أكثر المراحل اللي ممكن تؤدي إلى فشل المنتجات لو أنا معرفتش أقدم المنتج بتاعي بشكل جيد، وممكن المنتج يستغرق فيها وقت طويل، وده بيقلل الربحية نتيجة ان انا مش قادر اصل الى مرحلة النمو اللي هي المرحلة اللي بتحقق ارباح كويسة وبتغطي التكاليف. وبالتالي هنلاقي عندنا زي ما احنا شايفين كده في الشكل بتاعنا ده في ثلاث نماذج. النموذج الاول وهو نموذج لمنتج ما قدرش ان هو يغطي العدد الكافي من المستهلكين في بدايته، ده كان منتج مثلا خاص بتقديم افطار للحدائق للمستهلكين، قدم مزايا غير محسوسة بالنسبة لهم، وبالتالي ما كملش المرحلة وانحصر قبل ما يصل الى مرحلة النمو. وبالتالي هنلاقي الكيرف كده في نمرة ألف بدأ بالتقديم ثم نزل مرة تانية، يعني ما عملش دورة حياة كاملة. اما نموذج ب فده بيدل على منتج جديد، هو هنا كان آلة حاسبة يدوية قدم مزايا مهمة لتوفير الوقت والجهد وفي وقت معين طبعا في فترة لما بداية نزول الآلات الحاسبة، وبالتالي ما كانش محتاج قدر كبير من المعرفة، كانت كل الناس تقدر تعرفه وتتعلمه، وبالتالي اتقدم بسرعة ووصل لمرحلة النمو في فترة قصيرة جدا، وده يدل على ان المنتج هينجح بسرعة. اما النموذج جيم فده
مرحلة تقديم منتج كان الحاسب الشخصي، ورغم أن المنتج ممكن يكون بيقدم مزايا مهمة إلا أنه في بداية تقديم هذا المنتج كان محتاج شوية معرفة وشوية معلومات عشان الناس تعرف تستخدم الحاسب، وبالتالي خد فترة شوية على ما يصل إلى مرحلة النمو، لكن كان في اتجاهه أنه يحقق أرباح وفي ارتفاع ولو كان بطيء شوية، ولكنه كان ممكن يؤدي إلى أني أقدر أكمل دورة الحياة. وده بيورينا احتمالية النجاح بالنسبة لأي منتج جديد في مرحلة التقديم. المرحلة الثانية هي مرحلة النمو، ودي المرحلة اللي بيبقى تجاوز فيها المنتج الفترة البداية وقدر ان هو بدأ يوصل مزيد من الانتشار. هتلاقي انتشار المنتج الجديد كده عن طريق شبكة الحديث او عن طريق العلاقة مع العملاء بين بعضهم وبعض، فالناس بتقول لبعضها، كل واحد بيقول للباقيين، وده يقول لغيره وده يقول لغيره، فتبدأ شبكة المنتج تزيد والمعرفة بتزيد، وبالتالي يبدأ الناس كتير تشتري المنتجات، وبالتالي يبدأ الارتفاع في منحنى النمو. بدل ما كنا في مرحلة التقديم النمو بطيء كده، يبدأ في حالة المرحلة النمو والانتشار كتير، ويبدأ يظهر ده على ارتفاع المبيعات من كمية قليلة إلى كمية كبيرة، وده بياخد شكل الكيرف اللي احنا قلناه في الأول، الارتفاع للمبيعات بتاعتها من خلال شبكة المستهلكين اللي بتتناقل معلومات عن المنتج، وعادة بتبقى معلومات جيدة، وبالتالي ده دليل على ان هذا المنتج سينجح في المرحلة اللي بعد. بعد ما بتصل النمو الى اقصى درجاتها، ممكن تصل بالمنتج الى مرحلة النضج. ومرحلة النضج دي بتاخد اكتر من شكل، ممكن تبقى مرحلة سريعة ثم تصل الى الانحدار بسرعة، ممكن تبقى مرحلة تاخد فترة زمنية أطول ونحاول نديها بعد زمني أطول، وبالتالي لأن في الفترة دي أنا بحقق أرباح كويسة برضو، فأنا مش عايز أوصل لمرحلة الانحدار، وإن أنا قدرتي على إيجاد استخدامات جديدة للمنتج ده بيخليني أقدر إن أنا أعمل كيرف جديد للمنتج، ودي اللي احنا شايفينه كده مثلا في الرسمة الرقم د، نتيجة مثلا زي مثلا حاجة زي الخميرة اللي هي بتاعت مسحوق الخبيز اللي هو الخميرة، ده كان بيستخدم لخبز المأكولات فقط، اللي انا بستخدم الخميرة دي في وان انا احطها في المأكولات عشان اعمل حاجات مخبوزات معينة. لما اجت ليها استخدام اخر، وهي انها بتخلي او بتحسن رائحة التلاجة، ان الناس تحطها في التلاجة بس عشان تشيل اي رائحة غير مرغوب فيها، او في البلعات المنزلية بحيث انها تدي رائحة كويسة، هنا انا كأني اوجدت استخدامات جديدة للمنتج، وبالتالي رفعت تاني عملية بدأ بعد ما وصلت مرحلة النضج، بدأت عملية نمو جديدة او دخلت في مرحلة نمو جديدة، وده بيحصل من خلال استخدامات كتيرة لبعض المنتجات. مثلا ممكن مثلا بعض انواع الشامبوهات كانت تستخدم للاطفال، بعد كده بقيت استخدمها لكل افراد الاسرة، وبالتالي كل ما أنا بزود فترة إيجاد استخدامات جديدة للمنتج، كل ما بساعد على وجود أو استمرار دورة الحياة علشان المنتجات ما تقلش استخداماتها أو ما تقلش دورة. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الانحدار، ومعناها بداية انخفاض المبيعات، وبالتالي احنا دايما بنحاول نقول مش عايزين نصل لهذه المرحلة، لان معناها ان المبيعات تبدأ تقل الى ان تصل الى الصفر. في بعض المنتجات ممكن تختفي بعد فترة نتيجة حاجات جديدة غيرها، يعني ممكن مثلا لو كنا الاول بنستخدم الآلة الحاسبة، دلوقتي لما ظهر الموبايل خلاص بدأت الآلة الحاسبة ممكن ينحصر استخدامها، نتيجة ان الناس ممكن تستخدم الآلة الحاسبة داخل الموبايل نفسه، او استخدام الحاسب ممكن يغني عن استخدامات حاجات اخرى. وساعات التقدم التكنولوجي في حاجات كتيرة، فانا بستبدل منتج باخر، تلفزيون ال LED وال LCD نستبدله بدلا من التلفزيون العادي بتاع زمان، كل ده معناه كل ما اقدم منتج جديد سواء نتيجة التطور التكنولوجي، نتيجة استبدال المنتج بمنتج اخر، نتيجة ان انا انحصار استخدام الناس لهذه المنتجات، كل ده ممكن يعمل لي انحدار في الطلب على بعض المنتجات، وبالتالي نصل الى مرحلة الانحدار. وبالتالي بحاول دايما اوجد استخدامات بديلة لكل المنتجات عشان اقلل بقدر الامكان انحدار المنتج او وصوله الى مرحلة التدهور اللي هي معناها انخفاض المبيعات. زي ما انتم شايفين كده انحدار اشكال المنتجات بعد فترة،
ممكن ان انا اقدر احاول اوصل النجاح ان انا اقدر استخدم الفترة دي بقدر الامكان، ان فترة مرحلة النضج تفضل مستمرية معايا فترة طويلة، لكن في منتج بينحدر بعد فترة زمنية اقل، في منتج ينحدر بعد فترة زمنية اطول شوية، في منتج ممكن ما ياخدش وقت طويل ويبدأ ينحدر. طبعا ده على حسب نوع المنتج وعلى حسب المنتجات البديلة اللي ظهرت مكانه، او على حسب المنتجات استخدامات المنتج وجدت له استخدامات كتيرة ولا لا. طبعا ممكن الشركة تعمل في بعض الأحيان تنسحب على طول وتسيب المنتج من السوق، ممكن كمان إن هي بتحاول تقلل الأسعار بحيث إن أنا لو عرفت أقلل في التكلفة أحاول أقلل السعر، يمكن ده يحقق لي بعض الربحية أو بعض استمرارية في السوق، ممكن أنا أحاول أعمل استخدامات جديدة. من ضمن الأمثلة الشائعة اللي احنا ممكن نقولها لك في إيجاد استخدامات جديدة فهي حالة النايلون لإطالة دورة حياة المنتجات. النايلون وهو معروف إن هو منتج كده موجود عندنا للإنتاج بعض الحاجات اللي ممكن تستخدم في الصناعة أو ممكن تستخدم في الحاجات بعض السلع الأخرى. طبعا عشان أمد دورة حياة ممكن منتج زي ده في الأول بدأت أشوف ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها لايجاد بدائل لاستخدام المنتج عشان اقلل دورة حياة او ارفع دورة حياته على مستويات. فكان منتج النايلون ده الاول بيستخدم في المجال الحربي زي في الباراشوت، في بعض انواع الحبال، في بعض لوازم بعد كده استخدمته في لوازم الخياطة، بعد كده اوجدنا استخدام ليه زي الجوارب اللي هي الشرابات الحريمي والرجال، انا ممكن استخدم فيها النايلون ده علشان اعمل صناعة ليه، كمان بدأت استخدمه في حاجات تانية. وبالتالي انا كل ما اوجد استخدام جديد للمنتج اعمل له دورة حياة جديدة. يبقى هنا انا دورة الحياة الاولانية اللي هي الاولى خالص للاستخدامات الاساسية، ثم بعد كده بعمل له استخدام جديد فبخش في دورة حياة تانية اللي هي نمرة واحد، ثم بعد كده استخدمه في حاجات تالتة واخش في دورة حياة اخرى وتالتة ورابعة وهكذا. فبقدر قدرتي على ايجاد استخدامات جديدة لكل منتج بقدر ما انا اقدر اطول دورة الحياة واوجد اكتر من دورة حياة واستخدامات جديدة للمنتج نفسه ايا كان طريقة الاستخدام اللي انا بستخدمه، سواء في منتجات حربية، منتجات خياطة، مثلا شرابات، بعض الاستخدامات المنزلية، ايا كان بستخدمه في ايه، ولكن كل مرة بوجد دورة حياة جديدة وبالتالي بمنع المنتج من انه يصل الى مرحلة الانحدار، بالتالي بيفضل مستمر معايا لأطول فترة ممكنة. طبعا في كتير من المنتجات أقدر أعمل معاها ده، لكن في منتجات تانية بتخليني أنا مش قادر أكمل معاها لأن نتيجة تكنولوجي جديد أو نتيجة بدائل جديدة، فطبعا بتصل لمراحل الانحدار من غير ما أكيدة. فبالتالي ده بيعتمد على طبيعة المنتج وإمكانية إيجاد استخدامات ليه وإمكانية التعامل معاه. كده نبقى خلصنا الفصل الخاص بدورة حياة المنتج. إن شاء الله يبقى معانا المحاضرة الجاية فصل آخر من الفصول المطلوبة مننا المنهج. شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم.